تجديد الفلسطينيين الذين أخرجوا من منازلهم عنوة من وضع اللاجئ، هذا ما اعتبره مفوض الأونروا فيليب لازاريني سبباً وراء الهجوم الإسرائيلي على الوكالة المعنية بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وبعبارة أبسط، هي محاولة إسرائيلية لتصفية الأونروا وإبطال القرار والتكليف الأممي الذي تستمد منه شرعيتها التي قامت من أجلها، وهي غوث اللاجئ الفلسطيني في المنطقة، وهي بلا شك محاولة للمستعمر بإيجاد وطن بديل، محاولات تقف عاجزة أمام صمود الشعب الفلسطيني. خلال أيام الحرب عملت الوكالة على تزويد الجيش الإسرائيلي بإحداثيات مراكزها ومقراتها، لكن المخطط الإسرائيلي لتصفية الوكالة يبدو جليا، فعند إحصاء ضحايا الوكالة تتجاوز خسائرها البشرية 180 شهيدا، فضلا عن خسائر مادية تسبب بها الاحتلال بهدم 160 مقرا ومبنى. هذا كله لا يستثني الشهداء المدنيين الذين حاولوا الاحتماء بمراكز الأمم المتحدة الذين تجاوزوا المئات. الاتهامات تسببت بقطع تمويل 16 دولة، مما أفقد الوكالة 450 مليون دولار، لكن إعادة النظر للأمور من زوايا مختلفة دفع كثيرا منها لاستئناف التمويل. أخيرا وعقب صدور نتائج التحقيق المستقل، طالبت الوكالة مجلس الأمن بإجراء تحقيق بسبب التجاهل والدمار لمباني الأمم المتحدة وموظفيها وعملياتها في قطاع غزة. ينضم إلينا رئيس لجنة الخدمات في مخيم البقعة السيد خليل مسلم، أهلا ومرحبا بك معنا. سيد خليل، كيف يمكن الحديث عن تأثر الخدمات المقدمة لمخيم البقعة ولأبناء مخيم البقعة فيما يتعلق بارتباطها بعمل الأونروا؟ هل هناك أثر يمكن الحديث عنه خلال الفترة الماضية؟ في البداية أستاذ الكريم اسمح لي أن أتوجه بالشكر الجزيل لقناة المملكة على اهتمامها في القضية الفلسطينية والقضايا المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين. أهلا بك. ولا يفوتني أن أثمن دور أردننا الحبيب في الاهتمام الكبير بالقضية الفلسطينية والحرص على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وكان جليا في الجولات حول العالم من جلالة الملك حفظه الله ورعاه لكسب التأييد والدعم الدولي من الدول المانحة والعمل على إعادة التمويل لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. أهلا بك كريم. تفضل. نعم. أخي الكريم، وكالة الغوث تأسست في العام 1949 بعد العدوان الغاشم من الاحتلال الصهيوني على شعبنا في حرب 1948، وللوكالة دور رئيسي وهي شاهد على ما يقوم به الاحتلال من جرائم ضد شعبنا في قطاع غزة وفي فلسطين عامة. دور وكالة الغوث محوري في تقديم الخدمات على مختلف الأصعدة، الصحي والتعليمي والإغاثي. فلوكالة الغوث الدور الرئيسي في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في تقديم الخدمات، ويكاد يكون الوحيد. تقليص الدعم من وكالة الغوث، وأنا أقصد هنا الدول المانحة، ولا ندري إذا كان لأسباب سياسية أو خلافها، ونحن نشاهد ما يجري لأهلنا في قطاع غزة، تسبب في تردي الخدمات التعليمية، ونحن هنا نتحدث عن الكوادر والمستلزمات والبرامج الداعمة للتعليم، تسبب في تردي الخدمات الصحية، ونحن هنا أيضا نتحدث عن الكوادر والمستلزمات والأدوية وخصوصا لكبار السن، أصبحت شبه معدومة. وعندما نتحدث عن المساعدات الإغاثية والعينية، كانت الوكالة في السابق عندما كان الدعم أفضل من هذه الأيام، وإن كان حتى بالحد الأدنى، تشتمل على تقديم رواتب، مساعدات تموينية، مساعدات في البنية التحتية، توفير عمال نظافة، مساعدات مختلفة للاجئين الفلسطينيين تسهم في تحسين حياتهم. يعني كل هذا عانت منه لجنة الخدمات في مخيم البقعة سيد خليل خلال الفترة الماضية. نعم، وخصوصا أن مخيم البقعة يعتبر عاصمة اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، فهو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين مساحة وعددا. طيب الآن
كيف يمكن التعاطي برأيكم فيما يتعلق بمسألة تقديم الخدمات من قبل الأونروا، والتي أطلقت نداء طارئا أيضا لتوفير المزيد من سبل الدعم لتقديم خدماتها؟ انعكاس هذه الخدمات المنقطعة على المواطنين في المخيم كيف يبدو، وكيف يمكن توفير هذا النقص وسد هذا النقص وأثره أيضا؟ مع الأسف هذا النقص يفاقم مسألة البطالة، وخصوصا في فئة الشباب المتعلم التي هي موجودة أصلا في أردننا، أساسا في أردننا الحبيب. فشأن اللاجئ الفلسطيني شأن المواطن الأردني في هذا الأمر، ولكن المشكلة تفاقمت وزادت عن حدها في تقليص الدعم والخدمات في البنية التحتية. باتت جلية، لا يكاد يوم يخلو من مشاكل في الصرف الصحي وحتى على صعيد المساكن. كانت وكالة الغوث تسهم بشكل كبير في بناء مساكن للمواطنين، الآن هذه الخدمات أصبحت مع الأسف معدومة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. كنت معنا رئيس لجنة الخدمات في مخيم البقعة خليل مسلم، شكرا لك.